لا 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 بلاش لحسن الجرنان يتكسر. هو في ورق بيتكسر؟ اه الجرنان ده ممكن يتكسر لانه من 30 سنة. عارفين يعني ايه من 30 سنة؟ ياه 30 سنة ده من قبل ما نتولد. ايوه قبل ما انتوا تتولدوا وقبل ما خالكوا عمر يتولد. ولحد دلوقتي معاكي ليه؟ يوم جوازي التاني زمايلي في الجرنان عملوا لي تهنئة في الجرنان ده واحتفظت بيها لحد دلوقتي للذكرى. جوازك التاني؟ هو انت اتجوزتي حد غير جده علي؟ لما اتجوزت جدكو علي تاني مش انا حكيت لكم ان هو كان طلقني؟ انتوا رجعتوا تاني لبعض؟ ايوه وعملنا فرح تاني والنهارده يوافق عيد جوازنا التاني. كل سنه وانتي طيبه يا انا. وانتي طيبه يا نور عين انا عقبال ما اشوفك عروسه يا رب. النهارده عيد جوازك وجد علي ما جابلكيش هديه؟ من بعد الخطوبه جدكو علي ما افتكرش يجيب لي هديه واحده. هيجيب لي هديه في عيد جوازنا التاني؟ بلا خيبه. وحشتيني يا وينجي. بس بقى يا علي بتكسف. ما تتصوريش انا اتعذبت قد ايه من غيرك. وانا كمان يا علي وانا كمان. قضيت ايام صعبه. نسوان نسوان نسوان. نعم قصدي تعبان تعبان تعبان. وانا كمان يا علي وانا كمان. شيلني. نعم شيلني يا علي. طول عمري نفسي ليلة تخلتي جوزي يشيلني. ما انا حبيبتي شلتك من 13 سنة لما اتجوزنا خلاص. لا يا علي ما شلتنيش. انت ساعتها قلت لي عندي اللومباجو يا انجي. وايه اللي اتغير؟ ما هو انا علي واللومباجو اهو. لا بقى يا علي انت بتستهبل. وما كانش عندك لومباجو ولا عندك لومباجو دلوقتي. خسارة فيا يا علي. لا هو خسارة ليا. قصدي أنا حيلي مهدود يا إنجي. يا سلام. أمال فين العضلات اللي كنت عاملها؟ راحت فين؟ دي كانت سيليكون وفست كده يا علي. يعني مش عايز تحقق لي حلمي؟ لا حبيبتي معاش ولا كان. أوينا يا رب. يلا يا علي يلا. يا عدوي. برافو يا لولو. لف بيا بقى. نعم ألف بيكي فين؟ لف بيا الأوضة. ليه؟ نفسي أدوخ في إيدك يا علي. ولا ذنب إيه دوخيني معاكي؟ في إيديك اوعى تهد جبال. في إيديك اوعى وعليك صبر وطولة بال. وعينيك حلوة. يا جنبي. يا ظهري. اخس عليك يا علي. دي إيه أنت بترمي شوال بطاطس؟ معلش يا حبيبتي ما قصدتش. حصل خير يا علي. بس فين الحنيه بتاعت زمان يا علي؟ فين؟ موجوده. ايه ده يا علي؟ ايه اللي بتعمله ده؟ ايه بغير هدومي يا حبيبتي فيها ايه يعني؟ لا يا حبيبي راي شعوري انا بتكسف. نو لولي اتجننت الظاهر ولا ايه؟ فاكره نفسها عروسه بجد؟ الرجاله كده طول ما الست مش في ايديهم الرومانسيه تخر منهم، ولما الست تكون في ايديهم ما يخرش منهم غير القرف والجليطه. ده انا قلت لما هلبس له فستان الفرح من تاني وارجع رومانسيه هيرجع رومانسي هو كمان. قالوا لي لما تدلعيه هيدلعك يا انشي. اديني دلعته وغنت له شالني ورماني كسر عظمي. يا عظمي مفيش فايده فيك يا علي مفيش فايده. انجي انجي خلصتي؟ ايه يا علي معقوله لحقت وحشتك؟ استنى شويه مش كده. طب اطلعي بسرعه عشان مزنوقه يا انجي. مزنوق؟ لا يا علي لسه ما غيرتش هدومي. طب اداري في اي حته عشان هعملها على روحي. حاضر يا علي امسك نفسك مش عايزه امسح النهارده.
خلاص يا انجي خليكي. والله لولا العيال والعشرة اللي بينا يا علي ما كنت أرجع للعيشة دي لحظة. يا مامي ده انت ناقص تشفطني بمناخيرك. يباركولي على ايه؟ يجوا يشوفوا الحفلة اللي أنا فيها؟ علي فرحان باللحمية عامل حفلة بمناخير. ده يا حبيبتي مش قلتلك نقفل الموبايل واحنا نايمين؟ برد على صحابي يا حبيبي بيباركولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. بيباركولك على ايه دول كمان؟ خليهم يناموا بقى ربنا يشفيهم. ايه يا علي فرحانين بيا وبيباركولي على الجواز عايزيني مبسوطة. ما أنا كمان بحبك يا حبيبتي وعايزك مبسوطة. بتحبني إيه بس يا علي؟ بتحبني إيه وأنت نايم كده وسايبني؟ أنا نايم وقلبي معاك يا حبيبتي. وبعدين على فكرة أنا مش جايلي نوم، يعني أنا نايم صاحي. نهارك أسود يا علي؟ نايم صاحي؟ كل ده ونايم صاحي؟ أمال كنت نايم كنت عملت إيه؟ فيها يا علي؟ ده أنت مناخيرك مخرومة. انت بتتريقي ايه؟ مين فينا مناخيره مش مخرومه؟ بقول لك ايه يا علي، انا مش جاي لي نوم. احكي لي حدوته. ايه شغل العيال ده؟ ايه اللي احكي لي حدوته؟ انت كنت زمان زي القطه تحطي راسك على المخده تروحي في النوم على طول. ايوه اعمل ايه بقى يا علي؟ القطه تهدد منك انت وعيالك. ياه لازمته ايه النكد ده بس يا حبيبتي؟ ده النهارده ليله دخلتنا التانيه. دخلتي ايه بس يا علي؟ دخلتي ايه وانت سايبني ومديها شخير؟ اقعد معايا يا علي. فاكر يا علي؟ فاكر ليلة دخلتنا بجد كانت عاملة ازاي؟ فاكر يا علي؟ فاكر شهر العسل بتاعنا؟ ياه ما كنتش بترضى تنام غير لما نام انا الاول. علي 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 في ايه يا علي؟ انت هتفضل باصص لي كده كتير؟ مستنيكي تنامي، نفسي اشوفك وانت نايمه. اكيد شكلي خوف. قصدك اكيد ملاك. القطط لما بتنام بتبقى شبه الملايكة. ايه علي الكلام الحلو ده؟ انا حاسه ان انا بحلم. وانا حاسس ان انا في الجنه. حبيبي علي. حبيبتي يا انجي. انجي يا انجي يا انجي قومي، مش كفايه نوم بقى؟ ايه يا علي في ايه؟ مش هتقومي بقى؟ لا يا علي حرام عليك، انا لحقت، سيبني انام والنبي. حرام علي انا؟ حرام عليك انت. قومي حضري لي الفطار. علي خش اقعد في اي حاجه في الثلاجه. والله يا عيال اصحى قبل مراتي ومش عايزه تفطرني؟ كملها عيشه العزوبيه. خلاص هاكل اي حاجه في الثلاجه وامر لله. صباحيه ايه ونيله ايه بس؟ يا شخاري شخاري تتريق عليا يا لطيف. صباح الفل يا لولو. صباح الفل. ايه ده احنا هنفطر في السرير؟ هتفطري في السرير، انا بس هقعد اتفرج عليكي. يعني ايه مش هتفطر معايا؟ انت تاكلي انا اشبع. انت بقى اللي عملت الفطار ده بنفسك؟ عمايل ايديا وحياه عينيا. اول مره اعرف ان الرجاله بتعرف تدخل المطبخ.
امال اسيب قطتي حبيبتي حياتي تدخل المطبخ وتبهدل ايديها في الصابون والمواعين والسكاكين؟ يعني ايه يا علي؟ امال مين اللي هيعمل لك اكلك؟ عني ما اكلت. وبعدين يا حبيبتي انا بعرف اخدم نفسي بنفسي. عارف يا علي، كل ما بعرفك اكتر بحبك اكتر. دي لسه ما عرفتنيش اصلا يا روحي. ده مين الرزل ده بقى؟ اكيد اهلنا يا علي جايين يباركولنا. طب وايه الرزاله دي؟ ده وقته. بقولك ايه، تعالي نعمل نفسنا ان احنا مش هنا. مش هنا ازاي يا علي؟ دي صباحيتنا، يعني هم عارفين اكيد ان احنا موجودين. يلا يلا قوم افتح لهم على ما اغير هدوم. طب خليني قاعد جنبك شويه. يلا يا علي، دول على الباب. حاضر يا حبيبتي. يلا بسرعه. في ايديك اوعى تهتك فين، في ايديك اوعى. انجي انجي اصحي، كفايه نوم بقى. يوه في ايه بس يا علي؟ ما قلت لك كل اي حاجه من عندك في التلاجة، حرام عليك، دي صباحيتنا. اكلي ايه؟ قومي افتحي الباب. في ايه يا علي؟ بتصحيني عشان اقوم افتح الباب؟ ما تقوم تفتحه انت. انا عن نفسي مش مستني حد. ولا انا كمان مستنيه حد يا علي. خلاص اعمل نفسك عبيط، ولا اقول لك مفيش داعي تعمل اصلا. طب اعمل نفسي عبيط ازاي؟ كده يا علي، كده يا علي؟ مش هنا ازاي؟ ما كل الناس عارفه ان احنا هنا، وليلة صباحيتنا النهارده، وفي حته بقت بجلاك. فضيحة ايه بس يا علي على الصبح؟ عرسان وعندنا عيلين. وماله، انا لسه صغيرة مش فارق معايا بصراحة. وبعدين ما تقفلنيش بقى يا علي على الصبح في صباحيتنا، مش كده؟ صباحية ايه يا انجي؟ صباحيتنا كانت من 13 سنة. رجعت ريما لعادتها القديمة. اوه انا ايدي وجعتني، ساعة بنخبط مش قادرة. معلش بقى، ما هم عرسان يا جماعة. يا ترى ليه ما فتحوش لحد دلوقتي؟ اقول لك يا حبيبي، اصل امبارح كانت دخلتهم والنهارده صباحيتهم، يعني يصحوا براحتهم. لان الدخلة دي محتاجة لمجهود فبيريحوا، انما هيفتحوا دلوقتي بالظبط. ان شاء الله. يعني هم يتجوزوا وينبسطوا واحنا يطلع عين ابونا في الشاي دي ولا ايه؟ وانت شايل لوحدك؟ ما انا شايل معاك اهو. بس كدكتور خلوا بالكم الاكل حته حته عشان ما يحصلوش بلاوي. ما هو لا، خلوكم كلاس. فمين كلاس؟ حاضر حاضر. اللي هيغلط هطلع كلاس امه. ماشي. انا برضو عندي سؤال. اتفضل. هم ليه نايمين لحد دلوقتي؟ يعني معلش يا عرسان، عرسان خد امسك امسك. شوف يا حبيبي انا هفهمك، اصل امبارح بالليل هم كانوا بيعملوا ايه؟ ولا بلاش اقول لك ايه، اما تكبر شويه هبقى اقول لك. خد امسك. هم ليه نايمين لحد دلوقتي صحيح؟ يا لهوي الغلابه وصلت. بروميس يعني لما اكبر هتقولي لي؟ ايوه يا حبيبي. ايوه صحيوا ومنتظريننا، فخشوا بشياكه. طب خبطوا. طيب بقول لكم ايه؟ نعم. هنخش خفاف ونطلع خفاف، انت بالذات فاهمة ولا لا؟ ده انا في ثانية. انت ما تتمدش على الاكل ده بتاع الارسال اللي جوه. ايوه ايوه عشان انا تبع 12 بيضة. انا عادي زغرتي يا يما. زغرتي يا يما. صباحية ايه؟ جايين يصبحوا علينا؟ جابوا الاصطباح حكلوها هم. معلش بالهنا والشفا يا علي. عملوا الواجب مع نفسهم وزيادة واتحسبت علينا احنا صباحية.
المهم انهم اتبسطوا يا علي. انبسطوا واتعكنن على اللي خلفونا احنا. انا مبسوطة يا علي. ما انت ما طبختيش بقالك يومين. فرحنا كان امبارح والصباحية النهاردة يا علي. طب يا حبيبتي عيشي بقى مع هجوم التتار اللي حصل في الشقة ده ونضفيها انت يا ماما. يلا سلام عليكم. انا ما اشتكت لكش يا علي. مش ممكن كده يعني، انسى موضوع العزوبية ده شوية. امال انت اتجوزتني ليه؟ انا ما اتجوزتش خدامة، لازم نتعاون. يا علي نتعاون في اي حاجة، بس بلاش موضوع المطبخ وغسل المواعين ده. انا ما اشتكيت لكيش يا انجي. ولما انت بقى تغسل المواعين امال انا اعمل ايه؟ تعملي مانيكير، تعملي باديكير، وادي البيضة وادي اللي سلقها وادي اللي قشرها. تعالي موريكي اللي فقسها. بس بقى يا علي، بس علي حلاوتك يا استفندي يا ابن عم البرتقال. سالي 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 افتح الباب، مش سامع؟ حاضر حاضر، بس تخليني ازعق كده. سلام عليكم. سلام عليكم. صباح الله وبركاته. ايه السواق اللي وقع ده؟ اهلا اهلا يا عليش، على طول داخل مدهول كده. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ازيك يا ست انشي، عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. ايه ده ايه ده ما شاء الله. ازيك يا سولي كبير، اللهم صل على النبي. ما شاء الله شالي اكيد اكبر، انا افضل مكاني. انا كبرت ومامي كبرت وبابي كبر وماي كبرت وانتي كمان كبرتي يا لولي. الله اكبر، يعني ليمت. سبحان الله رزل. معلش يا سولي، مش مهم رزلته، المهم ما جايبه. ها وريني جبت ايه. علش. نعم يا ست الكل. جبت ايه؟ يا ده اوعى ده اخبط. لا مفيش حاجه. ايه ده؟ وريني جبت ايه. حاضر حاضر حاضر. بص، هو فضلت خيرك يعني حاجات بقى من البلد كده، اللهم صل على النبي يعني. بس بس ما تكملش. مناخيري جابت الليسته. سمنه بلدي، جبنه قديمه، ومش طبعا طبعا بابا منسيش البيض والمرتة. حبيبي يا بابا. مامي، هو يعني ايه كلمة مرتة؟ المرتة يا حبيبي بتبقى عبارة عن ايه عليه؟ بص حتك، هي حاجة بني كده. بس تك القرف، هتعرفني في الاكل، هبقولك بعدين. صباح ينبارك يا عريس، مقطع السمكة وديلها. وقعت البت مرتين يا ولد. بت مين اللي وقعتها مرتين؟ ما دي مراتي اساسا. انت بتكلم مين علي بيه؟ مالكش دعوه يا شعبان. طب سلم لي عليه الله يخليه. بتكلم مين يا جميل؟ ده علي. سلم لي عليه. ايوه علي حبيبي، بص انا عايزك تعيش حياتك، استمتع بحياتك. لا مفيش حاجه يا علي، ده كلب جنبي. اي بص يا علي، بص يا حبيبي، انت في شهر العسل. عسل. اشرب بقى. ما انا شارب المر يا جميل. هو ده الاستاذ جميل؟ مالكش دعوه يا شعبان. يعني هو ده الاستاذ جميل؟ ايوه يا شعبان. طب سلم لي عليه والنبي. بص لا يهمك لا شغل ولا جورنال ولا اي حاجه. كتر خيرك يا جميل. انا هقول لك حاجه يا علي، انا هبعت لك اختي ميسون بزياره حلوه قوي. والنبي والنبي والنبي. لا والنبي بلاش الزيارات الزبالة ده يا جميل. لا 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 لا، ازاي؟ ده واجب يا علي. طب بص، خد ميسون عايز اتكلمها. لا يا سيدي، بتشد التليفون من ايدي. ثانية واحدة يا ميسون. يا علي. خد جميل عايز يسلم عليك. حبيب قلبي. نور عيني. ايه ده؟ انت مال صوتك ناعم وحلو كده ليه يا استاذ جميل؟ وانت صوتك اخشمني خالص يا علي. هو انت متاكد ان انت جميل يا جميل؟ ده انت اللي جميل يا اما. عندك واتساب؟ لا انا عندي جبنه رومي، ممكن ابعت لك معايا عمود لانش. يختي نايمة وبتشخر ولا على بالها.
جوزها فين ولا رجع امتى؟ يلهوي احنا رجعنا ليه اصلا؟ انا مش فاهم. ما كنت بتعشى لوحدي وزي الفل، ما حسيتش بالوحده زي اللي انا حاسسها وانت معايا. ياما وايه ده يا اختي؟ بصل اخضر ورنجه احي. لا 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 لا، وانا عازب كنت احسن بكتير. طب وانا هنام فين؟ لا حول ولا قوه الا بالله، ده مفيش حته في السرير انام فيها. الوليه اتجننت بعد ما سبتها. يا رب يا رب ما كنت عايش لوحدي زي الفل. دي بتشخر اكتر من الاول. هو جرى لها ايه؟ حبي وحبك وعد ومكتوب لي أحبك، ما بنامش الليل من حبك. يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك. يلا يا لولو، يلا يلا كل تنسى خالص أيام العزوبية دي. يعني من النهاردة أنت الملك وأنا جارية تحت رجليك. قصدك أنت الملكة وأنا فارس أحلامك. أنت حتة السكر اللي بتحلي أيامي. علي سكر حلوة الدنيا سكر، ترارارارارا سكر حلوة الدنيا سكر، ترارارارارا ليلة يلا نعيشها ليلة، ليلة فيها الدنيا جميلة زي السكر. الله علينا يا لولو، الله علينا واحنا ملزقين كده. يبقى يا علي مش هيبقى، استنى ما نغسل الاطباق الاول. قوم يا علي قوم، بقينا العصر، بقالك اسبوعين على الحال ده يا علي، مش ممكن انت مقضي الاجازه كلها نوم. عايزه ايه انجي على الصبح؟ ما اسمهاش الصبح يا علي لاننا بقينا العصر. طب عايزه ايه انجي على العصر؟ عايزك تصحى. اصحى ليه؟ اعمل ايه؟ هو في لازم يبقى سبب علشان تصحى تقعد معايا؟ مش لاقي حد ينكد عليا. قوم بقى يا علي. لا نام يا علي، نام ان شاء الله تنام للعشاء. ايه رايك بقى؟ بس ده مش مكان للنوم. ما انا دخلت عليكي بالليل لقيتك نايمه زي الشجره المقطوعه ومش لاقيه بلديه تشيلها، بصراحه ما رضيتش اصحيك. يا حبيبي اكيد كنت خايف تقلقني. لا خفت منك. نعم، اصل صوت شخيرك كان جاي باستاد القاهره. يا سلام، اللي يسمع كده يقول انك ما شاء الله لما بتنام بنسمع سيمفونيه بيتهوفن العاشره. ما انت كمان يا علي مناخيرك محتاجه قطع غيار. انت ايه عايزه ارجع الصبح؟ سيبيني اكمل نوم بقى. كمل نوم يا علي براحتك، بس جوه في اوضه النوم، ده مش مكان نوم، جاي لنا ضيوف. لما يبقوا يجوا هبقى اقوم انام جوه. ده مين الرمه دول؟ هم دول الضيوف. قوم بقى قوم. أهلاً وسهلاً بالعروسة. يا خدي حلاوتي وبقيتي قمر. بتعملي إيه؟ إيه هبلة؟ إيه اللي أنت عملتيه فيها ده؟ في إيه؟ بقرصها من ركبتها عشان أحصلها في جمعتها. تقرصي كل دي قرصة؟ وبعدين تقرصيها في ليلة دخلتها مش بعد ما اتجوزي ب 13 سنة. يا حبيبة قلبي دي عاملة ري أوبننج.
اسبوعين يا مفتريه وانتوا لا باب ولا شباك يتفتحوا. ها اسبوعين ما شفناكيش بتعملي الري بتاع اللي قالت عليه ده. ها ده حتى البلكونه ما بتتفتحش بتنشره. طب بتودوا المستهلك فين؟ بلاش اشرب بقى يا هبه حساده وعينها مدوره قد كده. هتموت عشان تتجوز وتعمل فرح من اول وجديد. اعمل فرح تاني؟ هو انا كنت عملت فرح اولاني اساسا؟ ده انا اتكلوت كده. ما تسكتي بقى يا هبه، خلينا نركز شويه. ايوه انجي 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 قولي يا حبيبتي قولي. احنا كل حاجه بالله من الاول. لا 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 خلاص بتخبي عليك اول كله تفسير المهم. يلا كله كله يلا يلا. ايوه يلا 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 كله. ايوه كله كله. طيب ايه هتصرح عليا شويه؟ بس قولي قولي. هقول ايه بس. لسه ما نطقتش يا كاميليا. استني كاميليا استني بالله يا سربعه دي. اتفضلي يا حبيبتي قولي. الميكروفون معاكي قولي. بصوا بقى كلنا جايين لنا مسجات في نفس اللحظة. الله سمير بعد يقول لي بحبك. وأنا كمان علي بعت لي رسالة بيقول لي وحشتيني يا أنوش مع إنه لسه خارج. وأنا شعبان بيقول لي بحبك يا بقرة وانزلي البلد عشان عمك لقى حتتين قصر تتصرفي فيهم. وانت أنا؟ إيه يا كوكي؟ الله يا حبيبي يا حسين. ايه قولي؟ لا عيب اتكسف بصراحه يعني. بتتكسف بس لمعلوماتكم بقى اللي قاعد في العياده سمير وعلي وشعبان بس كده. يا كوكي بتكدبي علينا؟ لا ما بكذبش والله، هو اكيد هيبعت لي بس يعني يعني بعد ما يخلص الغدا، اصل ما عاد الغدا بتاعه. انا مبسوطه قوي. اكيد علي جوزي حبيبي هو اللي كرف على جوازاتك وخلاهم يبعتوا المسجات الحلوه دي. قولوا لي ميرسي بقى. ميرسي يا حبيبتي. ميرسي على ايه يا اختي؟ انا اصلا شعبان رومانسي كده كده مش محتاج حد يزقه. اختي نيلي. ايه ده؟ انتي هتفضلي قاعدة وموخمة كده طول اليوم؟ في حماتي بس انا مش موخمة وحاجة، ما انا نشيطة اهو بلعب حرنكش. مامي تعالي العبي معانا كورة. دي بتتريق يا سوني. انا تعبانة وقرفانة والنبي بعده وسيبوني في حالي. مامي انتي بتاكلي ايه؟ تاكل حرنكش. ده دلع بقى. بقولك ايه؟ ده انا طبخت وخلصت تنظيف الشقة وانتي لسه قاعدة مطرحك. والله مش بتدلع ولا حاجه، مش عارفه حاسه بقرف. قرف؟ ومين اللي قرفك بقى؟ في حد قرفك؟ نكلم لك دكتور سمير. طيب يا مامي. لا يا حبيبتي ما تتعبيهوش. امال عايزه ايه؟ مش عارفه، نفسي في حاجه حرشه كده، نفسي في رنجه. نعم رنجه. تكونيش بتتوحمي يا انجي؟ لا الشر بره وبعيد. لا وحم ايه؟ يعني ايه وحم؟ يعني مامي في بطنها بيبي. لا مفيش بيبي. لا وحم وقرف يبقى اكيد في بيبي يا انجي. لا مفيهاش بيبي يا حماتي، مفيهاش بيبي. لا